حلو قوي. استنى، انت بتبطل بطبقه اسمها يا ولاد اندوثيليوم مليان فينوس بلاد. البرين بيكبر كده والبرين كده. البرين عليه كبر اسمها دي ماتر في ام الحنون. البي ماتر دي بتغطي البرين مباشره. البي ماتر بره البي ماتر في طبقه اسمها اركينويد ماتر. الاركينويد ماتر مفصول على البي ماتر سبيس اسمه سب اركينويد سبيس مليان سائل اسمه سي اس اف. يبقى هنا كل ده مليان سائل اسمه سي اس اف. من البي وبين الاركينويد سائل اسمه مليان سي اس اف. اللي جاي تسمع كويس قوي قوي قوي. جوه البرين، جواه البرين اللي انتوا شفتوه معايا بيمسك السي اس اف. بيمسك حاجه اسمها كورويد بلكسس ضفار كده غريب. السي اس اف بيمسك بيشوف البرين اللي انتوا شفتوه معايا لو شكلته في الارض قطعته جواه فراغات. فراغات اللي جواه بتنتج جواه كده انتاج السي اس اف. السي اس اف يبقى مالي البرين من جواه ويخر منه من فتحات ربنا عاملها نعرفها المادة دول. ارتبطت على سطح من بره تبقى في سبيس اسمه سب اركينويد سبيس. انت عندك كميه سي اس اف اللي حوالين البرين حوالي 140 مللي اللي محوطه البرين او في البرين كله. الريت بتاع البروتكشن في اليوم 500. يعني انت طول ما انت قاعد في سي اس اف وبيبدا سي اس اف بيمتص. انتاجه بيبدا جوه المخ. انا شفت المخ اللي انا كنت ماسكه ده لو خدت سكينه بعرضه كده هلاقي جواه اوضه. اوضه اربع اوض بالظبط يعني. الاوض دي بيبقى جواها انتاج السي اس اف. السي اس اف يمشي جوه البرين ويخرج من فتحات ربنا عاملها ما نعرفهاش ويجي على سطح البرين من بعض. ولما يروح على سطح البرين يبقى في سبيس اسمه سبع كان سبيس. انت عمال تنفق فلازم تنتص وتكسر. سي اس اف عمال يعدي على خلايا المخ ينضفها ويغسلها ويشيل منها الروح البروتين بتاعتها بدل الباس سيستم وياخد الهرمونات اللي بتطلعها في مواد غذائيه بيغذي بيها خلايا البرين كمان. في كذا فايل حتى موبايلين. السي اس اف اللي موجود في السبع ريكنوز بيس دي الاقي ريكنوز بطل طلع منها زوايا كده اسمها ريكنوز جلانيليشن. ريكنوز جلانيليشن جلانيليشن التجمعات. على ضمتها في خلايا اسمها ريكنوز بلاي. السي اس اف بيبقى موجود جوه الجلانيليشن دي. الاوزموتيك بريشر بتاع السي اس اف از لو والاوزموتيك بريشر بتاع البلاد از هاي. يبقى هنا لو اوزموتيك بريشر وهنا هاي اوزموتيك بريشر. لما حاجه بتبقى لو اوزموتيك بريشر مع هاي اوزموتيك بريشر يحصل ابسوربشن من اللو تو ذا هاي. الفلو كده للمبحر واطي للمبحر اكتر كده. فالبلاد مليان البومين مش شفتوا ده؟ فبتبدا عمليه شد للسي اس اف من هنا ترجعها للدم وكان الدم اللي ماشي في الساينسز الفلويد اللي ماشي في الساينسز عباره عن ايه؟ في ناس بلاد راجع من البرين ومن 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 وكمان موجود معاهم من سيلز ولاد سي اس اف. طبعا انا عارف انكم كبرتوا شويه. هو الدم اللي ماشي في الشرايين اللي طالع من القلب هو الدم ده عباره عن ايه؟ كده وبلاد سيلز وفيتامينز وكل حاجة انت عايزها. لما بنروح للبرين وعمل كورود بلكسس انتجنا سي اس اف. هو سي اس اف ايه؟ شويه فلويد خدناه من الدم حطيناه جوه البرين غسل البرين ورجعناه تاني للدم مش كده. فالفيلم عمل كده يعني عشان ما جبناش فلوس في الشارع وحطيناه جوه مخ الراجل. فيبقى السينسز اللي هي الديور سينسز موجوده فيها دم وموجوده فيها سائل اسمه ليه سي اس اف. طبعا في ناس جايه درس متاخر انا مش عايز اللي يقول مش كده لا تعمدا لان هم المفروض ما يجيش درس متاخر لهذا الليفل لانه عيل بايظ وعايز الدور الكاميرا مش كده لا. قال الدكتور فيصل الساعه 8 وثلث ده لو الواحد رئيس مجلس الاداره بيروح 8 وثلث مش هروح احضر درس المفروض بيبدا 8 هي الفايت بعد كده اولاد يبقى ده السي اس اف. الواحد يروح درسه الساعه 8 مش 8 وثلث 8 الا 5 ده الطلبه اللي تيجي قالوا على الفايت بجد وبالتالي كده لما بعض يبقى السي اس اف بتاعنا او النيوروسايرسز تحتوي على السائل الاولاد سي اس اف والبنز اللي راجع من كذا وكذا وكذا فينا البلاد بتاعنا ده الديوروسايرسز. الديور سيلز اللي بتتقسم لتو جروبس يا سنجل يا بير. سنجل يعني مفيش منها يمين وبير يبقى في منها يمين وشمال. عندنا عدد السنجل خمسه وعدد البيرز اولاد حوالي سته. وطبعا ممكن يزيدوا شمال ده من الف مع بعض بقى. انما معلومه مهمه جدا ان السيلز بتاعتها ديت هي عباره عن الديور اللي عاملاها. طبعا لسه مع بعض بقى اللي جاي. العدد ده اولاد كان في بطل من الديره كده اسمه فالس الرايت. الفالس الرايت بتاعنا ده ولاد هنا كده ممتد من قدام لجنب بعض ليه ابر بوردر وليه لور بوردر وكان ليه بيت. الابر بوردر بتاعه ولاد بيبقى ماشي سايس اسمه السنه ده بيفصل تسايس. قلنا السايس اللي هنا ده عباره عن ايه؟ فراغ بين طبقه اوتر انر ومتبطل بطبقه من ايه ولاد من اندوسين. كل سايس من السايس اللي هنسمعهم كل سايس يا ولاد السايس اللي هناخدهم لازم اعرف بيجيني وين بدا فين وابتدا. ولا في حاجه بتفتح فينا مهم شويه. قول لي اخلص كده. او سنه من تعليم الطولات سوبيريور سنتر سايكل.
فبيبدا بيبدا قدام عند الايبكس بتاع الفارس الرايت او الفورمولا اسمها فورامين سي ليفت هاند. السنة اللي بيبدا راجع باكورد كده في الابر بورد بتاع مين يا ولاد؟ الفارس. لما بيبص لورا عند الثانى اوكسيبيتال بروتوبرانس السنة ده بيكيرف يروح تو ذا رايت. هو موفمنت انتوسيليوم ماشية كده ارجع ورا جيت كيرف تو ذا رايت عند اني بروتوبرانس عند الثانى اوكسيبيتال بروتوبرانس. ده السنة اسمه رايت ترانسفيرس سايت. يبقى رايت ترانسفيرس ساينس هو الانتزاز الساينس اسمه فلير لما كده سوبيريور ساينس. الناس اللي بتذاكر دايما دايما بانتقاء في ناس منهم كده ممكن في ناس مش ممكن. انا وليه؟ اللي فينا ذاكر يعرف اللي قال اللي عندي ده ولاد عباره عن انتنا اوكسيبيتال بروتوبرانس. كان في جروب الارض اسمه ترانسفيرس جروب الارض اسمه ترانسفيرس. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انا لو جيت اخدت ان انا عندي في فولد من الارض اسمه فارس ريفايف فولد سوريال فارس ريفايف كده الفارس البلد هو كده حلو قوي وليه ابر بورد محدش معترض عند الابر بورد بتاعه ماشي سايد اسمه السيرف الموجود ده سوبيريور سيرف ده مليان فينس بلاد السوبيريور سيرف زي ما قلنا هي انبوب الدندوسيليوم هو كده كده راجع لورا لما برجع بيها ورا عند الحته البارده دي اسمها الحته البارده دي انترنال اوكسيبيتال بروتوكول انا الدم عمل ازاي الدم اللي في السنه ده راجع كده مصور الدم جراح كده بقى اسمه ايه غير لما كده رايت ترانسفيرس يبقى الرايت ترانسفيرس ساينس اللي موجود هنا ده هو امتداد للساينس اسمه ايه الساينس الموجود نسميه سوبيريور ساينس يبقى سوبيريور ساينس طب سنة ده ماشي في الابر بوردر بتاع فولد اسمه الفولد ده اللي معايا كده فارس برجع فيه لورا ايفاد بروتوبرانس اسمه انترنا اوكسيبيتال بروتوبرانس بقول له ايه الدم رحت ذا رايت تعمل لي ايه يا ولاد رايت ترانسفيرس سوبيريور ساينس طب سنة بدا قدام عند فورمين اسمها ايه فورمين دي فورمين سي ورجع باك في الناس اللي صحى معايا تقدر تقول لما بيرجع باكورد بيوصل لغايه الانترنال اوكسيبيتال بروتيبرانس وهناك بيكيرف تو ذا رايت كده حاجه اسمها رايت ترانسفيرس انا بشبع بشبع السنه سميته سوبيري سيجيتال ساينس رجعت بيه ورا كده وهنا بيكيرف يروح تو ذا رايت تعمل لنا مين الموجود هنا ده رايت ترانسفيرس السنه ده بنسميه ليه سوبيري سيجيتال ساينس بدايته قدام عند الفرنتال كيرف فورم كيرف جالي او فورم اسمها فورمين سي ويرجع لورا وانتهى عند مين انترنال اوكسيبيتال بروتيبرانس بيكيرف تو ذا رايت ويعمل لي حاجه اسمها رايت احيانا يروح قال خلاص طب نسمع الدم اللي فيه ده جاله منين؟ قالوا في بنز جامد منين اسمها سوبيريور سيريبرال بنز قالوا طب في منين جاله البنز هتفتح في ميشن بنز لو حد فينا اخذ الاول حصه في السكال كان في برايز ميشن فورم هيعدي فيها الميشن بين يوصله بين الاوكسيبيتال بنز اللي بره ومعاه ما تكتبوش حاجه مكتوب انت اخر قالوا طب وفي فورم في السكال اسمها فورم سيكس بيعدي فيها الميشن بين يوصله بالنزل بين ده في واحد في بس يبقى في ميشن بين بتفتح فيه قال طب مين اللي جاله كمان؟ قالوا هي الاركنال جرانيليشن اللي جايبها له سائل اسمه ولاد سي اس ان وبالتالي لما اجي اسال سؤال للناس الصح يبقى الفرق سوبير سيجيتال ساينس موجود فين؟ قالوا موجود عند الابر بورد بتاع مين ولاد؟ الفاكس نيرفاي الناس اللي بتذاكر بتروح تقول بدري ناس صاحيه وناس تانية ما عندهمش ضمير ده من ده السكار كاب عليها جروب من جوه الجروب بتاع ساينس اسمه سوبير سيجيتال ساينس والناس اللي سامعه كويس سمينا الواد ده فولد اسمه الفولد الواد ده سميته فارس رباي اسمه ايه فارس رباي واقف كده في الابر بوردر بتاعه موجود اسمه سانس اللي موجود فولد سميته سوبير سيل لما برجع بالليل الوقت يجي عند اني كونتيبرس انترن الكيرف تو دايت تعمل لنا واحد اسمه ايه رايت ترانزفيرس رايت ايه ولا ترانزفيرس ده سنجل طبعا في سانس تاني اسمه الفير سيجيتال ساينس ده كان فين يا ولاد في البوستيريور تو سيرفي بتاع اللور بورد الفير سيجيتال ساينس ده ماشي كده لو حد فينا فاكر البرين كان ده بيخش من فصين البرين في اللور بورد هنا بقى في من اولاد ساينس اسمه اولاد انفيور سيرف انفيور سيرف بتاع سيرف ده ماشي في بوستيور تو سيرف بتاع اللور بورد طب يعني انا في فراغ بدات اصب في دم بقى ماشي جواه بس الدم بيبقى راجع من قدام للورا من قدام راجع للورا كده قال طب دم الساينس دوت لما يرجع كده يستقبل الدم من اي سيرفس من برين ميديال سيرفس لو حد فينا فاكر المخ كنت بدخل ده كده فميديال سيرفس ميديال سيرفس يصبوا فيهم الدم قالوا طيب اللي فيه سيرفر سيرفر لما بترجع بيه ورا كان بيجي له بين من البرين سميناه جريت سيرفر بين جريت سيرفر بين للطلبه الصحيه جاي له كده هتستنى حاجه سيرفر سايد جاي كده هيطلع من البرين بين سميته البين ده جريت سيرفر بين جريت سيرفر بين يا باشا ليه اسم اسمه بين الخواجة جلد جلد ده يا ولاد لو واحد فينا اتحط خبط خبطه جامده على دماغه مخه تهزله هز المخ بيبقى طالع منه البين ده وراح يفتح في الديوله كده البعد في البرين مخه ده ممكن يتقطع فممكن يحصل مزيد بسبب قطع هذا الفين اسمه جريت سيرفر لانه فين جاي من المخ وراح الديوره الديوره هاي فيكس هاي فيكس والبرين ممكن يتهز هزه بسيطه مع هزته بسيطه يحصل ايه في البين ده؟ جرابتش ولو رابتش بيعمل مزيد البين بيسموه اسم خواجه اسمه جلد فممكن ابقى قاعد بعد فيها من الشطب قليل
حصل محترم كده، فكرت خبط خبط على دماغه قطع بين الجلد، مش كان ده بقى انت عارف ايه هو بين الجلد، هو جرين سبابين حتى اشعار الاخر. الجرين سبابين ده جاي من المخ، هيقابل مين يا ولاد لما كده يديله سيلف يعملوا سايلنس اسمه سيلنس كانوا بيعملوه ستريت. السيلف سايلنس ده بيبقى راجع ماشي في البيت بتاع البارك سبرايز اللي فينا ده، يبقى بيسيلنس ماجيش في الابر بورد، مين السيلنس اللي لسه ميت؟ سبيل سيلف. طب مين السيلنس اللي في اللور بورد؟ يديله سيلف. هيجيله من البرين بين اسمه البرين اللي جاي له جريت سيربابين. جريت سيربابين ده طلب من المخ يخرم الديول، جريت سيربابين طلب من المخ يخرم الديول، جريت سيربابين طلب من المخ يخرم الديول. دم جريت سيربابين اللي جاي من المخ يقابل دم الانفيرو سيلز بتاع السيلز يفتح دبل سيلز اسمه ليت ستريت. السيلز سيلز كان بيبقى من البيتش في البيل بتاع الفاكس الرايت، خدت كده زي الفيرو سيلز بتاع السيلز لما بيبقى ورا عند الانتر او سيكتر بروتوبس رحت لليفت يبقى اسمه ليفت ترانفيرس، يبقى اسمه ليفت او ليت ترانفيرس. يبقى عايز اسال سؤال، مين هيعمل رايت ترانفيرس ومين هيعمل ليفت ترانفيرس؟ الناس اللي بتصحى معايا انا واقف كده ماجي. انا عندك الدكتور سيفيرو سيلز بتاع السيلز راجع جوه دماغك جوه طبعا مش بره. لما يوصل ورا الكيرف بتوع الرايت يبقى اسمه ليفت رايت ترانفيرس. طب حلو قوي. قال له طب الفيرو سيلز بتاع السيلز رجع لورا جاله من البرين بين اسمه جرين سيربابين، عمل سيلز رجع لورا اسمه ستريس. كيف بتتلفت باسمه ليفت او ليفت ترانسفيرس، في رايت ترانسفيرس وفي ليفت او ليفت ترانسفيرس. الرايت ترانسفيرس والليفت ترانسفيرس واحد امتداد لمين واحد امتداد لمين؟ واحد امتداد للسوفيير سيستم ساينس واحد امتداد لمين؟ للستريس. مين بيجي ذا ريفرس؟ مين بيجي ذا ريفرس الاول؟ هل ممكن السوفيير سيستم يروح تو ذا ليفت ذا رير والستريس هو اللي يجي تو ذا اير ليفت تو ذا رايت؟ ده احتمال قائم مش كام ده؟ لا. يبقى لما حد استفهم اسال سؤال السايلنت سميته ليت سوفيير سيستم والراجل اللي سميته ليت ستريت. كتبنا رسم رسمه معقوله للناس اللي بتتعب في الدروس مش كام ده؟ الناس اللي بتتعب في ايه؟ في الدروس مش كام ده؟ او ضرب الطالب في الدرس عشان قال ايه؟ انا ولاد الناس اللي بتصحى في الدرس وكتاب في ايديه ويقعد يكتب في كتاب وهو يقرا وجاب فيها من نظره بتذاكر طول الليل مش كام ده؟ لا. او انا مش كويس على الكمبيوتر فلو جينا ببعض الناس بايظه صفحه 216 ريت قاعدين هنا بصفحه السوبيريور سنتر سنتر سوبيريور سنتر سنتر سوبيريور ايه؟ سنتر سنتر سوبيريور ايه؟ سنتر سنتر الثاني اسمه ايه؟ سوبيريور سنتر ايه؟ سايكل البيرو سيستم سايلنت باسنج باك ان ذا بوستيريور تو ثيرد ذا لوور بورد وان ذا سيرفايد ات ذا ستيب بينز من اللي هي يا جماعه من الميديا سايد اللي بيفتح في بينز الميديا سايد السيريس سايلنت فورمد باي يونيون اتحاد البيرو سيستم سايلنت اند ذا جريت سيرفر بين سميناه بين الكواجا جالب قالوا كده الباس باك في الميدل لاين مش كان اتاتش تو ذا فايس سيرفايد مع التنتوني اتشيفت تو ذا ليفت سايد ان ذا بوست كيدس ان ذا بوست يعني في كله عشان يعمل لنا سنة فاولاد ليفت ترانسفيرس ليفت ايه؟ ترانسفيرس. يبقى انا بسال سؤال كم سنة موجودين كده اولاد؟ ثلاثة. ايه الثلاث سنة الثانية لو عندنا دم وضمير؟ واحد سميته ايه؟ سميته ايه؟ سوبيرو سنتر سايت الثاني سميته ليد سوبيرو سنتر دي ماسورة اندوثيليوم كده ماسورة اندوثيليوم ماسورة ايه؟ اندوثيليوم ماشية جوه ديور عند الايبكس كده عند الابر بوردر ولما تروح ورا تكبت وتراجع والثانية ماشية عند اللور بورد جالها جريت تربع بين عملوا ماسورة اسمها ستريت سايت راحت ودرست عمل مين يا ولاد؟ ليفت ترانسفيرس. يبقى كم سنة ستريت موجودين؟ ثلاثة. انا وليد عندنا في ساينس غلبان قوي اسمه اوكسيديتا ساينس از ذا سمولست ساينس ومين بيأبسط على فكره طبعا بس هو مشكله بيبدا منين؟ بيبدا من حاجه اسمها كونفرنس اوف ساينسز او من الرايت ترانجل. الرسمه اللي موجوده في الكتاب في الصفحه المقابله بس الرسمه اللي تحت الرسمه اللي تحت بص مع بعض على البورد ليه؟ من الناس الحاله صحيح مش الحمد لله انا هم قالوا لي كده في البيت الكنيسه قالوا صح انا وليد هنا ده مين ده وليد؟ قادر اسكان من جوه كده الناس اللي شفتها دي بص معايا قال لها مها مها من هنا ده موجود المنظر كده بيتر بارد ده بيتر ده بتروح النار يا بيتر بسرعه جدا بتموت بسرعه قوي من دول في الوقت الخنزير كتيره فبالتالي اللي هيموت دلوقتي اقول لربنا ايه رحت الدرس متاخر تعال روح النار بقى عشان تروح الدرس متاخر راجعين مع بعض لما كان سيبك طبعا انت فاهم ان يعني هم في هناك بيصرفوا وبيبعتوا فلوس وكلام من ده وانت هنا تيجي الدرس متاخر فمين اللي جاي بدري؟ قال اي كان يا ولاد المنظر عامل كده اه والله انت فاهمين ان الدنيا ما فيهاش حساب على كده؟ اه انت فاهمين انا عارف انت مش شطار مش شطار. بعد كده ولاد راجعين مع بعض. حاجه تشد. انت لو سيبت رح تطير برضه مين اللي ماشي بعرقه طبعا مين اللي ماشي بعرقه؟ ما حد سال ثانيه بص بص يا دكتوره بص عندنا ولاد عندنا في سايلنس بيبقى جايب كهرباء كده اسمه سوبيريور سيلف اسمه ده سوبيريور سيلف بيرجع كده سبيل سيرش ده طبعا ديسكاب كده انا عارف انكم فاهمين ربنا يسمع انا كده الراجل ده حطه كده دي كده من جوه مين اللي هيبقى ماشي جوه اسمه ولاد سبيل سيرش اسمه ايه سبيل سيرش يرجع لورا كده لما ارجع بيه لورا هنا كده سبيل سيرش ده جاي كده يجي رايح تو درايف لو قال لنا مين ولاد يبقى سبيل سيرش كده قبل اي واحد رايت ترانسفيرس انا في واحد تاني غلبان كده جاي
وبعدين رحت لبس التأمين ده لبس سوان سكوير. كل الناس اللي سمعني كويس بس محدش يبقى سامحني. دي فورمن اسمها فورمن ماجر، اسمها فورمن جابريل ماجر. هنا في اسمه انتر اوكسيد تالكريس. تاني اوكسيد تالكريس كمان انتر اوكسيد تربوتيوبرس الفورم ماجر. لو حد فينا فاكر كان هنا في كريس اسمه انتر اوكسيد تالكريس، كان من بره اكسترنا من جوه اسمه انتر. ده وصل من البروتيوبرس الفورمن اسمها فورمن ماجر. خلاص تقول ايه؟ عايز اقول يا ولاد ان انا عندي في ساينس اسمه اوكسيبيتال ساينس موجود عند الكريس ده. الساينس ده بادئ فوق منين؟ قال من كونكشن بين الستريت وبين السوبيريو سنتر، كونكشن بالعربي كده اسمه كونفرنس اوف ساينس. كونفرنس اوف ساينس بص في الرسمه اللي في الكتاب. مرسوم كده كونفرنس اوف ساينس في الرسمه من تحت، وانت تعلم عليها وتمتلك. كونفرنس اوف ساينس ده مش موجود في كل خلق الليل، ده كونكشن بين الستريت وبين السوبيريو سنتر. الستريت هيروح تدريجه. سوبيريو سنتر راح تدريجه. بينهم كونكشن صغيرة كده اسمها كونكشن القعمالي كونفرنس فيوج للاتحاد الساينس. الكونفرنس ده موجود عند الانترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس ميبي بريزنت ميبي ابس. من الكونفرنس دوت هيطلع ساينس اسمه ولاد اوكسيبيتال وينزل لتحت ينزل عند الانترنال اوكسيبيتال كريست، ينزل عند تاني كنسر ولاد وانترنال اوكسيبيتال كريست. لما بوصل للفرع الماجنم الاقي اتقسم لفرع يمين وفرع شمال. الفرع اليمين والشمال ده يودي لحاجه اسمها سيجمويد ساينس، وده يودي لحاجه اسمها سيجمويد ساينس معروف كويس. الاوكسيبيتال ساينس ده كبليد عن طريق الفرم الماجنم بيتصل بره الجمجمه مع الانترنال فيرتبرال فينس بليكس. الفرم دي اسمها فرم ماجنم، انا عارف انكم فاهمين، تحط الفيرتبرا كلها من تحت. من تحت. انا الفيرتبرا كلها لو ركب كده دكتور مليان فينس بليكس اسمها انترنال فيرتبرا فينس بليكس، انا نفسي تقول ايه؟ نفسي اقول ان الاوكسيبيتال ساينس بتاع دي انا من ماجنم مش اللي انا فاهم. انا بقول ايه؟ دكتور اصرف عليك. بعد كده مين قال؟ هنا ديت الفرم الثابته فرم ايه؟ ماجنم. أنا من البرتبة الكرة بلاد أوكسيبيتال ساينس جوه هنا مين؟ أوكسيبيتال ساينس هنا عن طريق فورم ماجنم تطلع منه كونكشن تطلع بره. أنت بتخش جوه البرتبة الكرة تتوصل مع برتبة فينا بليكس جوه اسمها انترنال برتبة فينا بليكس. يبقى لما أجي أسأل سؤال أوكسيبيتال ساينس مكانه فين؟ عند الانترنال أوكسيبيتال كريس ممتد من أول البروتيبرنس لتحت. لما أجي عند الفورم ماجنم بقسمه لكام واحد؟ اثنين، واحد يمين واحد شمال، واحد يروح للسجمود ساينس اليمين، واحد يروح للسجمود ساينس اليمين. في لتر كونكشن طالع منه لبره عن طريق فورم ماجنم لحاجه اسمها انترنال فيرتبرا فينس. للاسف مكتوب حلو جدا. اللي بيبص على الانترنال اوكسيبيتال ساينس اللي انت بص عليه كويس. اوكسيبيتال ساينس بدا منين وراح فين؟ بدا من عند حاجه اسمها كونفرنس اوف سايت وينزل على كريست يوصل للفورم ماجنم. هي مقسوم لاثنين. في شويه خطوط كده عاملينها عند الفورم ماجنم. الخطوط دي تمثل مين؟ اتس كونكشن مع بريكسس جبارة الاسكال اللي هي اسمها انترنال فيرتبرال فينس بليكس. السنه دي سميته بليل اوكسيبيتال ساينس. بعض الناس بتذاكر كويس قوي قوي، بعض الناس ما تعرفش كتابها فين في البيت حتى والله. ده بيجيبوا صدفه ونازل الصبح ليه مرمي تحت الزيت ده من كده بص كده اي حاجه حصلت له حطوا له في المطبخ حاجه زي كده. انا مينا الظروف اللي زي كده ده كان فوضى سميناها فارس سيرب اللايت. الفارس سيرب اللايت ده مينا موجود هنا اتاتش في كريسس فولين انترنال اوكسيبيتال كريس. يبقى عامل كده الفارس سيرب اللايت اللي اتاتش في انترنال اوكسيبيتال كريس كان من جوه. كان في فارس سيرب اللايت لما طلعوا كده كان ليه برضه متثبت في كريس. قلنا في ساينس ماشي هنا، مين الساينس الموجود هنا سميته؟ اوكسيبيتال ساينس. يبقى الاوكسيبيتال ساينس مكانه فين؟ عند الاتاتش بوردر بتاع حاجه اسمها فاكس سيرفر لايت، التصوير بوردر بتاعه. طب الساينس ده لما تطلع فوق يوصل فين؟ وتحت يوصل فين بقى لو كده؟ قالوا فوق يعني كونفرنس اوف ساينس. او من بدايه الرايت ترانفيرس، او من بدايه مين؟ الرايت ترانفيرس. قالوا حلو قوي، هو اللي هيبقى كبير يعني منه. قالوا طب ينزل عند الانترنال اوكسيبيتال كريس يوصل اي فورامين فورام ماج. اعمل ايه عند الفورام ماج؟ اقسمه الاثنين يمين وشمال، واحد يروح للسيجمود اليمين واحد يروح للسيجمود الشمال. قالوا طب في حاجه ثانيه؟ قالوا في ليتل بين تطلع منه بتاعت الفورام ماجنم توصل مع بريكسس جوه العمود الفقري اسمها انترنال فيرتبرال فينس بريكس. اسمها ايه؟ انترنال فيرتبرال فينس. عايز اسال طب كم سنجل سالس موجودين كده؟ اربعه. مين الاربعه سنجل لو في دم وزمين بقى؟ قالوا الاور بوردر بتاع انا سميته سوبير سنجل، اور بوردر سميته سوبير سنجل، اور بوردر سميته سوبير سنجل. اللي وصل عند الانترنال اوكسيبيتال بتوع عن قبط الاندوسيليا بالعملاق كيرف تو ذا رايت باد رايت ترانفيرس. قالوا طيب والثاني؟ قالوا في اللور بوردر الفير سنجل. اللي جاله جريد سيرفر بي عمل ستريت ساين، اللي لما رجع ورا عند البروتيبرس كيرف تو ذا ريست عمل ليفت ترانسفيرس. عمل مين يا ولاد؟ ليفت ترانسفيرس. قالوا السوبيريو سنتر هو رجع ورا كده والستريت رجع ورا كده، ده روح منهم ده شمال بينهم كونكشن اسمها ايه؟ كونكشن دي كونفرنس فيوجن اتحاد كونفيوجن اتحاد الساين كونكشن من الساين. الكونكشن دي مش موجوده في كل خلق الله. من الكونكشن دي بيطلع ساينس اذا وجدت اسمه اوكسيبيتال ساينس، وان لم يوجد هيطلع من ترانسفيرس ساينس. ينزل فين الكونكشن دوت؟ يبدا من عند البروتيوبرس، يبدا من عند البروتيوبرس، يبدا من عند مين؟ البروتيوبرس.
لما يبدا من عند الفيبرنس ينزل على الكريست اللي اسمه ايه الكريست اللي نزل على ده انترنال اوكسيبيتال كريست. طب لما ينزل من فوق لتحت تتقسم لبرانش يمين وبرانش شمال، ده يروح لواحد اسمه سيجمونت ساينس وده لواحد اسمه سيجمونت. قالوا طبعا تيجي فورم ماجنم تطلع منه كونكشن بره حاجه اسمها انترنال فيرتبرال فينس، اسمها ايه؟ انترنال فيرتبرال فينس. في ساينس اخير اسمه بازل ساينس او بازل فيكسر ساينس. ده موجود على عضله اسمها كليب. الفينس دي بتبقى ايه؟ فورمت اسمها ماجنم. قدامها عضله سميتها كليب بس الزحليه. الزحليه ديت النيورا بكر النيورا الاوتر سيبوا بعض يعملوا شبكه بقى اسمها بازلر بليكس. ليه بسميها بازلر بليكس؟ عشان بس دي البيزو تسكت يبقى ده عليها كده اسمها بازلر بليكس. البازلر بليكس موجوده على الكليب بس كده شبكه من الايه سانس كده. الشبكه ديت بازلر بليكس هتوصل من حاجه اسمها الكيو بترودر سايلس. الكيو بترودر سايلس تعرفهم كمان ازاي؟ نايم على عضله الكليب. ارجع اسال سؤال، يبقى كام سنجل سايلس تعرفهم لو حد كده صعب؟ لازم مع بعض اسمه تقولوا لي خمسه سنجل سايلس. مين الخمسه سنجل سايلس؟ وانتيريور سنجل سايلس واستريت سايلس واوكسيبيتال سايلس وبازل. الصفحه دي عمرها ما جت لو جت ممكن تبقى اول دفعه جت. وبالتالي تعالى تلاقي اقول لهم يا اولاد الموضوع يا بقى لو جيت شفت امتحان وانت عمال تحرق لي دمك وتحرق دمك في التليفون اصل ما قريتش الصفحه دي يعني ما تقراش الا الصفحه اللي جايه لسه ما جاتش. هنقول المهمه دلوقتي اللي هنصور جنبها انما انت هي بتقراها قراءه رصيده في ساعه سعيده تقرا سكرو لاورا لغلاسه علامات او اذكار اسئله انما ريتن ما شفتهاش مش الحمد لله تيجي على ايام كنت بتصور خلاص اعمل لكم ايه انما ما تاخدش بريورتي على حاجات ثانيه مهمه انت مالكش حد دلوقتي. بالنسبه للكلام ده بالنسبه للناس اللي بتذاكر نص نص انما بتذاكر كله ست كله طبعا انا ما جيتش على اللحظه او ليه التحرير اول الدفعه اول الدفعه ما جيش انت بتحرير بيقول انا الكلام ده ما ذاكرتش مهم وبالذات لو هو في حاجات مدوس فيها الحاجات اللي انا ذاكر اللي هي بتاعت الريتنج كل مره مدوس عليها كل مره. وفي عصر اللي احنا الانفلونزا والخنازير ده المنهج بتاعنا السنه دي انا بتاعي ينزل وان فورس حق ربنا يعني هتيجي في الاخر تتقال عليها وان فورس وان فورس يعني هم دول ربع المنهج والعيال تخش ونخلص من سنه ثانيه فهو كله منتهي فاكيد كده. المهم انا هتذاكر لان انا شرحتها بقيت شرحتها فيها وهسالكم فيها في اول امتحان هعمله على فكره هجيب سبيل سلسل سنه ده سوي على فكره بعد كده اكمل جلسه انا نزل كتاب الدروس ده اللي عندنا بقى بلاش بيرد سايمنسز كده البنت بلاد في لايف ترانسفيرس للتوربيرد ده امتحان جيمس كيوبتي الاوت عملت الاوت خش امتحان حط فيلد يمين ويمين وشمال تحط علامه على الجروب اللي اسمه ترانسفيرس جروب التباشير هايدنتيفاي ذا ماركت اريا مش ذا ستراكشر ليه طبعا ترانسفيرس سايت واتاتش هنا كمان كمين اتاتش بورد اه تنتوني يا مسر بالارض يبقى اخش امتحان الاقي العلامه بالتباشير واحط علامه بالتباشير كده بالارض او علامه بالتباشير كده بالارض واسالك سؤال العلامة دي على اي ساينس على الترانسفيرس على عمر عمر اخش امتحان اخر سنة لا انا بشوف بالارض كده ايدنتيفاي ذا ماركت اريا بقول يا ثريا ترانسفيرس ترانسفيرس الستراكشر ريليتد والستراكشر اتاتشت في مين ريليتد ترانسفيرس ساينس والستراكشر اتاتشت كان اتاتشت بوردر او سنتوريا بسبب اللايف لحد فين يبقى ده ترانسفيرس جروب ترانسفيرس ساينس يمين مين عمله والشمال مين عمله بقى الله يرضي ضميرك قالوا ترانسفيرس يمين معمول في السنتوريا الترانسفيرس الشمال معمول من ايه؟ من السريع ممكن يعمل جيرف او ممكن كويس السن ده بيمشي بالعرض يوصل لغايه بطن البيتروس وهنا عند البيتروس بارت البيتروس اللي بيبقى اسمه سيجمويد يبقى اسمه اولاد سيجمويد يبقى ايه يلف كده ويبقى اسمه اولاد سيجمويد الترانسفيرس بتاعنا دوت يا اولاد اللي كمل في رسمه حلوه اللي في الرسمه مايكرو في رسمه اتفرج عليها اللي تحت دي طبعا دي لو قعدت لو كملتها فيها بالالوان هتبقى حفظت منها صراحه مش محتاج بقى تتضايق غير هيبقى في ترانسفيرس يمين وفي ترانسفيرس يا ولاد شمال. ترانسفيرس بتاعنا لما بمشي بيه لاخر ولاتر يجي بص على بطن البيتروس بارت. طبعا بتكلم على المكتب عمال ابص بعينيا وامشي بيها واعلم عليها كمان بالتباشير او بقلم في الوسط. فبالتالي لما بمسك بالسكال كده اخرهم هيبقى في ترانسفيرس يمين وترانسفيرس شمال. لما توصل لاخر يوصل يعمل سلس اسمه ولاد سيجمويد، واحد اسمه ولاد سيجمويد، كان سيجما شيب هنا كده. قال السيجمويد اللي هنا دوت، السيجمويد اللي هنا ده اسمه ولاد سيجما شيب. كويس قوي يبقى بالتالي لما تقول الترانسفيرس لما امشي بيه بالعرض يوصل كده يعمل سالس اسمه سالس البرود اسمه سيجمويد والتاني برضه يعمل سالس اسمه بلاد سيجمويد قال كويس قوي يبقى دايما سالس اسمه بلاد سيجمويد سيجمويد انا حطها الترانسفيرس سالس الدم بينزل يعمل السلابيلا بينزل من عظم الجمجمه اي ال ويفتح فيه سالس اسمه سوبير بترودا هنتكلم عليه دلوقتي يجي له سالس كده يفتح فيه اسمه سوبير بترودا سالس
الترانسفيرسال بتعمل بس مسؤوليه سيجمويد. السيجمويد امتداد الترانسفيرسايت يوصل لكره من الكروسكال اسمها الجاجيولار فورم. الجاجيولار فورم موجوده دي، الجاجيولار فورم موجوده دي يطلع منها الميوسايت، ولما يطلع بره يبقى اسمه انترنال جاجيولار فورم. يبقى لما كان سال سؤال السيجمويد ساينس يوصل للجاجيولار فورم ويمشي السيجمويد ساينس كده نازل لتحت ويعدي فتحه اسمها جاجيولار فورم ويجي طلع من السكال انا وليه؟ مش احد يشيل لسه في حد يشيل انا بظن البيت انا وليه؟ حد ما بعد انا وليه؟ انا وليه؟ زمان حد كتير بيشيل لمبه البيت انا وليه؟ بعد كده تقدر تعمل تبري تبري بيت تبري لغايه ما تشوف لازم يروح ورشه الباريه مش متصله مع بعض. كان زمان تقعد تلفوك كده تلاقي باريه عندنا هنا كده ده لسه وينج لبصير بوردر احط عليه علامه بالتباشير كده
وعلى الناحيه الثانيه علامه التبشير. علامه التبشير الاولاني برج اولاد، البصير برج بتاع اليمين اولاد لسه الرينج. يبقى البصير برج بتاع لسه الرينج نحط علامه التبشير. يقول لك السالس ريليت، مين السالس اللي بيانا ده اسمه؟ سبينو بارنتال ساينس، اسمه اولاد سبينو بارنتال ساينس. يبقى نبص في الكتاب، ده لسه الرينج، ده البصير برج بتاعه علامه التبشير هنا او علامه هنا كده. يبقى مين اللي موجود هنا؟ ده اولاد، ده عباره عن سبينو بارنتال ساينس، اسمه اولاد سبينو بارنتال. طبعا قصته تعمل ازاي؟ بهدوء شديد جدا الناس بتفهم. الديرة كام طبقتي او سفينه المفروض يبقوا واقفين على بعض، وتخلي تمسكوا بعض شويه وعملت بينهم سبيس، وقلت الدم اللي جاي من عضله السنوك او الدم اللي جاي من عضله الدرايتر او من الديورة اللي بتغطيه صب روحك، فبدات تصب فيهم دم. زي ما جينا في الاوضه ما فيش حفره هنا، اجي حفر حفره من اول هنا لهنا، امسك كوبايه ميه واقعد بقدم هنا كده، امشي في الارضيه دي خط ميه، طول ما انا بدلق جاي. طب انا بدلق منين بقى؟ قال الدم مش العظم دي بلاد سبلاي؟ عرفت انت بقى جاي منه فين؟ البيس اللي راجع من العظمه زي برايتا، من العظمه زي السينود، تصب في الفراغ دوت، اسمه الفراغ دوت اسمه سبينو برايتا سنسي. الناس اللي بتفكر في البيت يعني. اول ده البوستي بوردر بتاع ليسر وينج، البوستي بوردر بتاع ليسر وينج، ايه اللي حصل عند البوستي بوردر بتاع ليسر وينج؟ كان المفروض تبقى كام طبقه ديورا بالظبط؟ اوتر وانس. اخلي الاثنين يسيبوا بعض شويه، اعمل بينهم سبيس، ابطلوا بيندو سيليا، اصب فيه دم. هتصب الدم منين؟ قال الدم جاي من برايتا بوم، من السينود بوم، من الديورا بتاعته، تحط عليه. الدم بقى عمالين ينقط جواه، فالدم يحرك روحه كده يبقى ماشي في الساينس، يجيب دم من اللاتر تو ميديا في الساينس اللي اسمه اي سامي الدم كده، السينو برايتا. السينو برايتا السينس موجود على البصير بورد، انا بقول اقول لك اخر السنة هنسكال على الترابيز وعلامة بالتبشير على البصير بورد بتاع لسر وين، وجنبها علامة ايدنتيفاي ذا ماركت اريا بصير بورد او لسر وين، منشن ستراكشر ريليتد هيبقى مين اولاد سينو برايتا السينس. اتفضل تصريح، يبقى جنب السينو برايتا السينس سبوتنج اكزام، بس شنو برايت الثاني سالكي في لجنة الامتحان، مين هو المكان ده اللي انت بعرف مش مفاجأة في جول. طب نرجع نقول مع بعض، يبقى ده شنو برايت الثاني. بعد كده على جنب السينوز هنا في فراغ اسمه كافيرنا ساينس، هنعيش معاه عيشة طويلة قوي. يبقى في كافيرنا ساينس هنا، في كافيرنا ساينس هنا. طبعا شنو برايت الثاني يكمل يفتح في الكافيرنس، يكمل يفتح في مين اولاد الكافيرنس. كافيرنس لما برجع فيه ورا يطلع منه ساينس اسمه سوبير بترودر انفير بترودر، سوبير بترودر و انفير بترودر. السوبير بترودر ده اسم سبوتنج بارك، بمعنى قال الدكتوره ان هي اخر السنه احنا واحنا بنتفرج على السكال مع بعض، قلنا بطرس اهوت وبطرس اهوت، قلنا على الابر بوردر بتاع بطرس بارك تبقى جون سارك سميته ساركس فور سوبير بترودر ساين، ساركس فور سوبير بترودر ساين، وده كان مكان الاتاتشمنت بتاع التنتوريمز للبلاي بارك، وبالتالي دي علامه سبوتنج بارك دي. نخش اخر السنه الاقي علامه التبشير، حطيتها لي على الابر بوردر بتاع بطرس هنا كده بالعرض هنا كده، او ابر بوردر بتاع بيتر الثانيه هنا كده على الناحيه الثانيه، وبيسالني مين الستراكشر اتاتش تاني؟ بمين هيبقى اتاتش تاني؟ ده ولا ده؟ كده تنتوري. ومين السادس الموجود؟ سوبير بترودر. السوبير بترودر موجود عند الابر بوردر بتاع بيتر دي او ابر بوردر، بيبقى عامل جروب في بعض الجماعه بيبقى باين. الرينا بيبقى في السوبير بترودر في ده على الناحيه الثانيه. السوبير بترودر بتقول ده كله، السوبير بترودر بتقول ده كله، نهايته ورق مين؟ انا بفتح في الترانسفيرس سايت اللي هيبقى اسمه ايه ولاد سجمويد. يبقى السوبير بترودر يطلع من الكافيرنا ساين حلو، ويمشي عند الابر بوردر بتاع البيت، يمشي عند الابر بوردر بتاع مين يا ولاد؟ البيت، ولما يمشي عند الابر بوردر بتاع البيت عند الاتاتش بوردر اوف سنتوريوم سيربل لايت يرجع لورا، يوصل يفتح في ساينس اسمه ولاد ترانسفيرس اللي هيبقى اسمه ولاد سيجمويد بعد. لما اسال سؤال ده السوبير بترودر ساينس. الناس اللي ذاكرت او بتذاكر دايما سمعوا عن حاجه اسمها كليبس، حاجه اسمها كليبس، حاجه اسمها كليبس، حاجه اسمها بيتابليت كليبس. الله لو بتفهموا بتفهم سوبر ممتع. لو فهمت احمد مره في حياتي في ديسكال الحمد لله، ودول لسه وينج سافيصل، وده بطرس بيتروس بارك، وده بيتروس بارك. مين الفرق دي ماجنا وهنا كده، مين الحته اللي سميتها كليبس؟ وده بيتر. بين الكليبس وبين بيتروس، بين الكليبس وبيتروس بيبقى في جروب اسمه انتيرو بيتروس. طب مين اللي فوق ده سميته؟ سوبيرو. هنا كان في فرق من اسمها جاي. مين اللي ماشي بالارض سميته ترانفيرس؟ لو قلب ونادي كده ده اسمه سيجمويد. مين اللي ماشي بالارض هنا دي جاي؟ مين اللي ماشي بالارض ده سميته ترانفيرس؟ لو قلب هنا ده اسمه سيجمويد. لو حد كده ذاكر سكان. انا عايز اقول ايه؟ لو في فرن مرمى من قدامها ده كليبس، كليبس ده تبع البازلر بون. اكسيبيتال بون. ده كليبس تبع اكسيبيتال بون مع البيتر. المكان اللي الجروب دوت بيتسمى احيانا بيترو اكسيبيتال فيشر. او بسميه انفيرو بترودر سارس. انا نقيت اسم الاسد. اما امسك سكان. واخد قلم من هنا ده كده ولاد بسال عليه. ده بطرس وده كليبس، الكليبس هنا، دي كليبس وده بطرس وده كليبس وده بطرس. المكان اللي بحط فيه القلم بين الاثنين دوت الحته دي.
الحته دي بتبقى جروب اسمه انفيرو بترودا جروب، او ممكن اسميه بيترو اوكسيبيتال فيشر. ليه اسميه بيترو اوكسيبيتال فيشر؟ قالوا من ناحيه بيتروس ومن ناحيه اوكسيبيتال. يبقى لما اجي اسال سؤال، العظمه دي اسمها فورا ماجنال صح، اللي قدامها ده اسمه كليبا صح، كليبا ده معمول من اوكسيبيتال بوت تمام، لاتر اللي هنا او لاتر هنا عظمه اسمها بوتروس تمام. المكان اللي بين البوتروس وبين الكليبا دوت، اللي بين البوتروس والكليبا هنا، ده ممكن نسميه بيترو اوكسيبيتال. ليه اسميه بيترو اوكسيبيتال؟ قالوا من ناحيه بيتروس ومن ناحيه اوكسيبيتال اللي هو كليبر، عاملينهم جروب. الجروب ده اسميه باسم الاحلى انفيرو بترودا سيرفيس. ليه اسميه انفيرو بترودا سيرفيس؟ عشان انا ماشي في سيرفيس اسمه انفيرو بترودا سيرفيس، مش ناقص اعرف تاني يعني. فبالتالي لما اجي اسال سؤال الثلاثه الصحيين، يبقى هنا يبقى النظر عامل كده. عندنا ده بيت كابرنا سايس، محدش سال حياته، ده كابرنا سايس محدش سال حياته. هيطلع منه السنه ده اسمه سوبير بترودا، السنه ده اسمه انفيرو بترودا. سنة ده اسمه سوبير بترود، سنة ده اسمه امبير بترود. سوبير بترود لما ترجع ورا يفتح في سنة اسمه ترانسبيرت، اللي لو كمل يبقى اسمه سيجمويد. سوبير بترود يفتح في ترانسبيرت، اللي لو كمل يبقى اسمه سيجمويد. قال طب الامبير بترود قال الامبير بترود اللي يمشي بين البتروس وبين كليتس، ويطلع الجاجيولار فارم ويخرج بره السكالب ويفتح في الانترنال جاجيولار فين. الناس اللي سامعني بره كويس كده، مين ده؟ اسفينو بارايتال سايز، اسفينو بارايتال سايز جاب دم فتح في عين الساينس كافيرنس. هيبقى اوت كافيرنس طلع منه اثنين انفيرو بترودر وسوبير. سوبير بترودر فتح في مين؟ في ترانسبيرت. طب الترانسبيرت بقى اسمه سيجمويد. سيجمويد بيطلع من سكالب الجاجولار فورم يبقى اسمه انترنال جاجولار فين. طب الانفيرو بترودر بره الجمجمه بيفتح في مين؟ في الانترنال جاجولار فين. يعني انت مخك بسيط قوي، اللعبه كلها في الاخر مين؟ انترنال جاجولار فين. هقول جمله دي فاهمها يبقى معلم قوي. سينو بارايتال ساينس، سينو بارايتال ساينس، سينو بارايتال ساينس فتح في كافيرنوس ساينس. كافيرنوس ساينس طلع منه اثنين انفيرو بترودر وسوبير بترودر. هتقول لي انفيرو اوت، انفيرو بترودر وسوبير بترودر اللي فتح في ترانسبير اللي بقى اسمه سيجمويد. طلع بس كان بقى اسمه انترنال جاجيولار فين اللي هيجي له الانفيرو بترودر ساينس يفتح فيه. كاني ما قلتش حاجه. سينو بارايتال اللي قدام عندنا في الرسمه اللي في الكتاب، سينو بارايتال اللي قدام عندنا في الرسمه اللي قدام في الكتاب، الرسمه اللي تحت سينو برايت. وطبعا لو الاول تلون ده بقلم رصاص كده من كلرز بنسل، الرسمه تحكي لك الفيلم. يبقى كل اللي انا بقوله ده بتاع ده. يبقى لما ابص كده برسمه بهدوء جدا، سينو برايت انت جاي من قدام، افتح في عيني سايلنس اوريت كمان، طلع منه اثنين اللي نازل تحت انفيرو بترودر، واللي مكمل فوق ده اسمه سوبيرو بترودر. لما توصل بيه ورا افتح في مين يا ولاد؟ لما كده قلب يفتح في الترانسبير. طب الترانسبيرس ده لو كمل يبقى مين يا ولاد؟ سيجمويد. سيجمويد ده يطلع من فتحه اسمها جاجولار فورامين، اسمه انترنال جاجولار بين. طب الانفيرو بترودر اللي احنا نسيناه هيطلع من نفس الفورامين وبره الناس كان يفتح حالي بين انترنال جاجولار بين. قلت احسن اقول لي عليهم كده تاني. السنس اسمه ولاد، سينو بارايتال سنس اسمه ولاد، سينو بارايتال سنس. موجود فين السينو بارايتال سينس عند السوسيرو بوردر بتاع الاستراويج. لو جيت من ميديا يفتح حالي سينس كمان كمان نزلت عامل له كام واحد اثنين انفيرو بس سوبيرو. سوبيرو يعمل ايه والسوبيرو يعمل ايه؟ قال له السوبيرو يا دكتور هيرجع ورا يفتح في مين؟ في ترانسفير. ترانسفير بقى اسمه سيجمويد. سيجمويد يطلع من سكالي يبقى اسمه انترنال جاجولار بين. طب الانفيرو بترودر هيطلع من جاجولار فورم برضه ويفتح في عيني بين انترنال جاجولار بين. الناس اللي عندها دم وضمير سبيرز ساينس كابلات هم دول. طبعا علامات الامتحان الاسبوتنج تفسير برضه بتاع لسه رجع علامه مشهوره جدا. وجروب بتاع السوبيرو بترودر علامه مشهوره جدا، ترانسفيرس علامه مشهوره جدا. جدا 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 من علامة الامتحان طلبة منهم ما يبقاش عارف هم عايزين ايه من الحصر يعني. ايه انا اطلب الاصلعيني بقى تطلب مين؟ سوبر 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 نعمان اشقن والطلبة اياهم سوبر فرش من ساينس اسمه كابانا. لو واحد ما ذاكرش انت هتنين خالص خالص ما بتاع حاجة وليش امتحان تحريم بيقول لي ذاكي موضوع واحد اراجعه او اذاكره واقول لك كابانا. كبرنا السنة ده دي أجيال والله قريب. عملت السنة دي كبرنا السنة وآخر سنة كبرنا السنة هو الملحق أجيال كبرنا السنة. والله كبرنا مبارك والله ربنا يحسن على ده مين في نفس السنة ثلاث مرات كبرنا السنة. كبرنا السنة ده لو عدنا عليه سنة ما جاش نسيت بروتوكول الامتحان يا دور أول يا دور ثاني يا عملت سنة. كل سنة وزي ما بقول والله في دفعة من سنتين أو ثلاثة كبرنا السنة 3 تايمز في نفس السنة. فكبرنا السنة ده لا قابل يعني ده كويس جدا 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 جدا. ولو انا قلت القصه من ساعه ما بدات لغايه وقتنا هذا مفيش حاجه جت امتحانات من غير الكابيتال ساينس هو الكابيتال ساينس اللي انا شفته في حياتي. سنه 91 ليومنا هذا ما جاش في الطب القصه هيني ده الكلام حتى الدكتور لوتوار ما جابش غير الكابيتال ساينس. طبعا الكابيتال ساينس ده عشان هي الامتحان سخنه الطلبه اساتذه جامد جدا
بس الضمير والحركه والثلاثه تتكلم كلهم تتكلم يا عم. بس انت تعالى اعمل لي كمان مسألة الاول لا اسف عشان ما تنسى اللعبه. طبعا ما فيش مانع من دي من برشامه صغيره ترجعها على باب اللجنه، ترجعها جوه اللجنه، ترجعها في اي حته، لما ترجعها رجعها. المهم البرشامه تبقى في جيبك امان امان المستقبل. انا مينا زي مطلوب هلا يا معلم مينا. انت ما تقولش اوتر بي قدام اللي جات فينا اولاد ايه بتاع الاوربت وفشل مين الفشل هنا لسه بيت اولاد
سوبير اوربيتال. اوصل ورا الاقي الايبكس بتاع البيترال بارت بتكبر برضه. وبص لقيتها في جنجل نايمه هنا اسمها الجنجل. عايز الانتيريور ريتشر والسيريور ريتشر. قدام بص لمين؟ ورا بص لمين؟ قدام بص لقيت مين؟ سوبير اوربيتال فيشر والايبكس بتاع الاورب. ورا وصل الايبكس بتاع عصب اسمها بيترال بارت تمبر بون. جنجل موجوده اسمها ترجمه الجنجل موقفها بوسترو. لا عايزين مين تدريش الكولاترال قال هو واقف كده الاميد دليل بادي اوبتر سيرويد اميد دليل مين يونان جسم السيرويد جسم السيرويد ده كان محط السرطان في كلاود السيرويد قال له غير قال له العظمة السيرويد دي الناس بتذاكر تعرف ايه السيرويد واقف كده وليه السيرويد على جنبها اليمين وجنبها الشمال بحط سايد اسمه السيرويد اللي حط ده وليه جابر لما كنت كده دي السيرويد على جنب اليمين هنا في كابيرنا سالس وعلى جنب الشمال هنا في كابيرنا سالس فنفسي بتقول ايه؟ يعني كابيرنا سالس حط هنا على السايد بتاعه كان كويس قوي يبقى كابيرنا سالس مين يبقى مين دليل؟ البادي بتاع مين اولاد؟ الاسفينويد مين دليل مين؟ بادي بتاع الاسفينويد وفراغ جواه اسمه اسفينويد الاير سايد يبقى مجوف تتفرج البادي بيبقى مجوف قال طب هنا في فصه بتنام فيها جلان اسمها بتوتر جلان يبقى البتوتر جلان دي الفصه بتاعتك عايز مين دليل ليش لو حد فينا صح؟ لما اجي اسال سؤال لما اجي كده معاك حط هنا على السايد ده كوليد احط هنا كافيرنا سايد السايد هنا احط مين كافيرنا مين يبقى مين ده اللي كافيرنا سايد كان احط هنا قالوا مين ده ليه يبقى مين قالوا مين ده ليه الدكتور يبقى مين جسم الاسفينوي هنا في كافيرنا هنا في كافيرنا يبقى مين ده ليه يبقى مين جسم الاسفينوي اللي فيه فراغ اسمه سفينوي ده السايد السايد اسمه ايه سفينوي ده السايد وجلاند اسمها بيتشيتا جلاند جلاند اسمها يا ولاد بيتشيتا جلاند مين اللي لاتر ليه البريد اكيد 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 كلكم حاطين على ايه ان انا في حطيت هنا معاك قلت على جنب هنا بيبقى في سانس اسمه كافيرنس وعلى الناحيه الثانيه في كافيرنس كويس قوي البرين كابلات في فص اسمه تمبرال لوب وفي فرونتال لوب واوكسيبيتال لوب وكرامين التمبرال لوب بتاع البرين يملى الفرونتا حلو قوي لما انا هقول ذا تمبرال لوب اوف ذا برين البرين اربع فصوص منهم فص اسمه تمبرال وفرونتال واوكسيبيتال وبرات المهم لما بحط البرين التمبرال لوب نام كده لما اسال سؤال مين اللاتر ريشن بتاع كافيرنس سانس لما حين كده اللاتر ريشن تمبرال لوب اي سيرفس من التمبرال لوب الميديا سيرفس من اللاتر بارت الميديا جوه ميديا سيرفس تمبرال لوب عليه حاجه اسمها انكس الانكس يعني خطاف ات ذا سنتر اوف اسمين حاسه الشم موجوده في الانكس دوت لما اجي اسال سؤال كده تاني لما مثلا سؤال عايزين الليشن بتاع كبرنا السايلنت الناس اللي صح الحته اللي هي تحط البرين هنا البرين مان الكلام والبرين مان الكلام الميديا سيرفس بتاعه عليه منطقه اسمها انكس منطقه اسمها ايه انكس وبالتالي بس افراد وات ار ذا لاترال ريليشن وات ار ذا لاترال ريليشن وات ار ذا لاترال ريليشن لو انت بتحط الاسكالب قدامك وانت بتذاكر مش مخبيها جوه المكتب وبدات تقرا الريليشن ديت والله هتقولها احسن منهم الكاميرا سنت على السايد بتاع البادي بتاع السفينوي قدام ايه ورا ايه وبص اللاتر شويه ايه واللاتر ليه ايه وميديا ليه ايه لو ما قلتش الريليشن دي تبقى ما بتعرفش جمجمه على فكره مش ما بتعرفش ايه ده ليه ما بتعرفش جمجمه لما جيت تقول حطيته على جنب السفينوي قدام بص لمين سوبير اوربيتال فيشر والايبس بتاع الارض ورا بص لمين؟ ايه بيسمعه؟ بتفوت بسمارت تمبر بون وجي بص لنتر ترجيم الجنج ميديا ليك يبقى مين؟ الاسفينويد بالفراغ اللي جواه بتبقى مجاوب اسمه اسفينويد ارسينس وجلاند اسمها بتوتر جلاند دايما في السله تورسك الفصه بتاعت ومين لاتر ليك لو انت متخيل البرين مال الفراغات دي هي اوضه فاضيه ولا حاجه تنسكر مش فاضيه تمبر لوك ذا برين اني سيرفس منه ميديا سيرفس اللي عليه حاجه اسمها انكس مش محتاجه اي نوع من انواع الاسكاب بيعملوا كورونر سيكشن في الاسكاب كده بالعرض كده كلية بتستنتجوا مع الأول كلية لازم نعرف كل كتب رأيت ورسمت خدوا الاسكال قطعوا بالعرض كده قطعوا خدوا الاسكال قطعوا بالعرض كده قالوا بعدين لو قطعت الاسكال بالعرض كده ولاد تبقى دي جمجمة عاملة كده وبقية الفوق هنا تبقى نايمة جلاد مين جلاد نايمة دي جلد. هنا بحط السادس اسمه كبر هنا بحط السادس اسمه كبر كده إيه تمبر لو ما شاء الله والله والحته اللي هنبتدي تسمع انكر لو انا قلت كده بقى هنا البادي بتاع السفينويد مفرغ في سفينويد ده ارسلت وجلاند دي اسمها بتوتر جلاند الدكتوره بوش باباش وده كابيرنا ساينس وده من دولاب كابيرنا ساينس عايز ريليشن لكابيرنا ساينس وات ار ذا ريليشن من الرسمه دي قالوا الدكتور ميديال يبقى جسم الاسفينويد ميديال ادي الاسفينويد ادي الاسفينويد اهي ميديال يبقى جسم مين دولاب الاسفينويد ميديال يبقى مين جسم الاسفينويد والفراغ اللي هنا الجلاند اسمها بتوتر جلاند وجواها في سفينويد ده ارسال سفينويد وجواها فيها فراغ اسمه سفينويد طب مين لاتر ليك لو جينا مع بعض قالوا ميديا سيرفس ذا تمبرال لوب وعلى حاجه اسمها انكس حاجه اسمها ايه؟ انكس اللي السنسر بتاع سميل حاسه الشم موجوده في الانكس دي اللي انت بتشمه بتميزه من الحته دي اسمها يا ولاد انكس اسمها ولاد انكس الناس اللي معايا صح يا ولاد ثلاث حاجات اللي شفتها نسمع مع بعض كده في الثلاثه وول ماشي اربعه نمبرز الثاني والرابع والخامس
وبسلمك ومجدلك. وجواه ماشي انسان كروس خارج ليش جابوا نرف اسمه ارديوس اللي هو السادس ليونارد، وبيبقوا مغلفين بطبعه من الاندوسيليا عشان توصلوا على الدم الساينس كويس قوي. لا تقول يا اولاد امبد سكيم، امبد سكيم بمعنى لو كان الدكتور احمد ده الفاينل بس بتاع الفيل، يا بابا السنه بتاع الفيل، قالوا حاطين واحد كده وواحد الناحيه الثانيه عاملينه كده. لو ده كبرنا الساينس هيجي في دماغي، يبقى انا بقول اسمه لاتا واقول اسمه اولاد مين؟ في اللاتا وول بتاع الساينس، في اللاتا وول الساينس كده في السكشن في اماكن تاني وول لاتا وول تاني وول ايد. اللاتا وول بتاع الساينس ده ماشي في نرد. النرد ده مش ماشي على سطح خارجي ولا سطح داخلي. ده جوايا امبيد جوايا. اسمه تاني كلين نرد. ورابع كلين نرد. والسلم بتاع الخامس والمجزلة. ولما خدنا المجزلة قلنا ماشي في اللاتا وول وكبرنا الساينس اللي نازل لك. وبالتالي يبقى اللاتا وول وكبرنا الساينس امبيد فيه كام نرد؟ أربعة. حتى الاوضه دي ما شاف فيها اسلاك الكهرباء اللي راح اللمبه دي، ما حدش شاف حاجه. سلك الاستخبي جوه. فاللاتا وول كبرنا سنة ماشي وزن ايه؟ لا على سطح اللي من بره ولا على سطح اللي من جوه. لازم تنشفر كده في بالثلاث فورسبس فيه عشان تطلع مين النرد دي. فانا كام نرد ماشيين في اللاتا وول؟ اربعه. مين الاربعه نرد دول؟ الثاني والرابع والاكسلي والمجدل. تاني كده نرد اسمه اوكلوموت والرابع اسمه تروكل. مش مهم الاسماء الاربعه غير كان متوسط في الغرفه. معنى اوكسلي ومجدل. جوه الساينس جوه الساينس جوه الساينس جوه الساينس اوربر فلور والميديا زي انفرميديا كده اللي ماشي جوه ارك اسمه انتنا كاروت ارك. انتنا كاروت ارك ماشي وجنبه نيرف اسمه ابديوسن. ابديوسن ده سادس كرينيا نيرف. والاثنين متغطين بطبقه من الاندو سيليا طبقه الاولاد اندو سيليا عشان تفصلهم عن الدم الساينس. جينا تعالى بوش بقى بوش بقى بوش بقى بص بقى بص. يقول لي ايه ريليشن اوف جابرنا الساينس. والطلبه كلها طبعا كانت من الاربع حاجات اللي مكتوبه. ميديا لاتا قدام بصيرو. الكونتنت جزء من الريتش. ويبقى انا بقى هعمل ايه بقى في كتابي كل طبقه اللي قدامي كلهم. عنوان اسمه ريليشن مكتوب في الكتاب. واحد ثلاثة أربعة كتب عنوان كونتنت اكتب واحد اثنين تشد لي بينهم كده سهم. عليهم كلمتين مبارك. كل دول اسطر هؤلاء كريليشن بامر دكتور مدحت ظهر مدحت مش كده لا تديني هذا كلام عشان ما تطلعش قدام اللجنه الصوصبه مش تديني هذا كلام تقول لي اخ ده انا كتبت ريليشن بس كان لازم الكونتنت يتكتب ممتاز خبز والسخاء مش كده ولا لا مش كده لا ارد عليه واحرق دمك اكتر فتقول لي يعني هنا الاصول حال المقاصد مش كده لا بعد خالص خالص ما بتكتبش ولا بنزل ولكن انا مش قلت مش انت ما بتكتبش فبالتالي لما بتيجي ريليشن تربي نعتبرهم من الريليشن هنعتبرهم انه ريليه يبقى الاربعه نرفس اللي في اللاتا وول والارك اللي ماشي جوه والنرف اللي معاه عايزينهم من الريليشن بتاع كابرنا ستايلز عايزينهم من الريليشن اللي كتبه في الامتحان ما تطلعش من لجنه سايبها يبقى اسال سؤال بقى للطلبه اللي عندها دم وضمير او عدم كده اثنين كابرنا ستايلز مكانه فين؟ على السايد بتاع الراديو بلاستينويد كويس او كله قد ايه؟ 2 سم وعرضه 2 سم الارتفاع والطول اما الهارد 1 سنتيمتر اسال سؤال كبرنا الساينس معمول بتوين الانر والاوت لير هل هو سنجل كافيتي؟ هل هذا انتر كوميونيكيتد بيز كده مع بعض فتحين اسال سؤال زل ولا تريليش ميديا سيرفيس بيبر لوب اوف ذا برين اللي عليه حاجه اسمها ارك عايز له ميديا ريليش بعد ما بنستنوا ده قرار اللي جوه في الريد سايد اللي انت فاهم بتشوف النايمه في الخطه الثانيه عايز له انتير كبير اورج سبنتر وايبس تارور عايزينه بصير ايبس تارور تكون تبص ربنا يخليك ليا رنا وترى الايميل الجاي عشان رنا قاعده بقى في الدرس عمال تسمع حطيت له ريليشن وقمرين اللور بتاعته جريتر رينج والبستنود جزء من البر ايه الهبل ده؟ البستنود ليها جريتر رينج طالع كده انا طالع كده طالع كده لما تحط الاسفينويد اللي كبرنا الطريق يبقى كبرنا الطريق لما انام هنا يبقى في حاجه مين اللي نور يعرف كده؟ مين اللي تحت جريتر رينج؟ جريتر رينج وحته في البادي المايل تحت كده وبدات جريتر رينج يبقى ليه لور ريليشن؟ مين ابر ريليشن؟ قال له برين ده انت مركبه والبرين فوق كده راح خلفه والانترنال كارت ارك والانترنال كارت ارك الابر ريليشن يبقى الانترنال كارت ارك از كونتينت وذ ابر ريليشن هو الكلام ده دلوقتي يبقى الابر ريليشن بتاعته برين والانترنال كارت ارك ابر ريليشن لما تدوش على المدام بتجيب ابر ريليشن بتاعته برين وانترنال كورت ارك كويس انا بعد كده اقول ايه يبقى الابر ريليشن بتاعته برين وانترنال كورت ارك طب انت تبعك انا
ثلاث كارت ار لور ريليشن في الجريتر رينج بتاع السفينويد والبادي بتاع السفينويد. يبقى في ابر ريليشن فيها ولايات لور. نبص مع بعض اللي فيها حاجه. قالوا ايه؟ الثلاث كارت ار تخصصته مع السنه اللي قبل السنه النهارده. ايوه. هي ارت وانت طبعا يا ابني عايزين تسلمها في اول دفعه. انت ممكن درس في اول الدفعه قلت الدفعه وعشر الدفعه وثمان الدفعه وثمان الدفعه ما اعرفش يدركوا جايبينهم منين. طبعا يعني تقول له لازم امال مين اللي مش هيحفظ؟ امال مين اللي يحفظ الكلام ده؟ انا اللي احفظه. ده انا كنت قبل فاهم لازم هو اللي يحفظه. قال له ليه؟ قال له ليه تسمع؟ اللي جاي ليه تسمع؟ كل الناس اللي جاي كده تعرف اللي جاي. قال له ليه؟ قال له ليه؟ الاسكابا جاي من تحت فتحه اسمها كروت الكلين. كروت الكلين دي بيخش منها اربع مختلفه كروت عصبيه. اللي هيسمعني انا قلت الكلام ده زمان قبل الاسكابا بس عايز تاني. الارتو بليد اسكابا من تحت لما تبص على البيترو بارت تمبر بون اللي هي فتحه كلين اسمها كروت الكلين. عند قمه البيترو بارت اللي قدام كان في فورم اسمها فورم اللثه. الفرق لازم تبقى فتحه جوه في السكان اوربي كافيرنا سايتس لانها دي مش بتاع البيتروس بارت. اللي بيحصل بقى كده ايه؟ لو جبت واحد بصيت عليه وقفته من الجنب كده قبل ما يلبس على الجاي هبقى في واحده دكتوره بوش بقى ابص من الجنب كده كانها دماغ بيتروس بتوعي عاملين كده في دماغ بيتروس عليه فتحه هنا وفتحه هنا من تحت وعند قمته من قدام كمان اسمها لسه الفتحه اللي اسمها لسه. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل حاجه قايمه بالذات لو شاطر عندنا بنات هتعملوا معايا. لا انا راسي واقف كده ده بس الراجل ده كده. هنا في فتحه اسمها جرد كويس هيخش منها احمد احمد صاحبك اسمها هو. عندنا بلاد دي بنت وسبارت تمبر بون عاملها كده. البنت وسبارت تمبر بون عامله كده عليه من تحت فتحه. انا باص كده بص ده من جنب عند قمه من قدام الناس لما اقولها من تحت الديسك في الكارت جوه الاسكان في سالس كده اسمه كبر. ايه اللي بيحصل بقى؟ كده كارت الارض يخش الاسكان من تحت فتحه يمشي فورورد في البيتروس يوصل قدام الفورميلاسس يتني ويطلع افضل. والفورميلاسس زمان لما خدناه واحنا كوبايه شيك مقفوله من تحت مفتوح من فوق انا قلت الكلام ده كويس. الارض يطلع افضل يخش الاسكان يخرج الكابرنا ساينس يمشي جواه فورورد ولما يمشي جواه الكابرنا ساينس فورورد ينتهي الكابرنا ساينس يطلع افضل يخرج من الروب بتاعه ويرجع فوق وباكورد وبعد كده يطلع افضل يروح للمخ. لان انت بقى انا ما بركش لو انت فاهم المخ راكب فين؟ مخ اي واحد فينا راكب فوق هنا كده. فالارض عشان يوصل للمخ ما مشيش ستريت. التانية عشان نعمل بريشر بروتكت برين ومشيته جوه كبرنا سيرش عشان يبقى بسيط يبقى حركه سيركيليشن جوه يبنى على سيجنيتشر. فلما اجي اسال سؤال الطلبه الصحيين اوقف الراجل كده معاك الاسكان عليها فتحه من تحت اسمها كاروت اخش منها بالتانا كاروت ارض. لازم لما التانا كاروت ارض يخش من الفتحه دي يمشي فورورد يعني فورورد لازم يطلع ابر اللي يروح داخل السكال يخش سايلنس اسمه كافيرن يمشي فيه فورورد ولما يمشي فورورد يجي طالع ابورد خرب يجي راجع باكورد من شويه ويجي طالع ابورد البريد اللي راكب فوق. الارض ده هيدوس في النك هقول الكلام ده تاني في النك اللي هو قلت لك جروث ارض مش ازاي بس لما نسمعه تاني يبقى سمعته اكتر من مره وانا كنت قلت الكلام ده زمان وحتى قلت الاسم ها؟ ست تانيين انا متستعب اللي هو بينا خليك ليه انا كتبناها كاروسه سايفون زمان كنت انت بتشيل دي كاروسه سايفون قلت انها متساعده كالتعابين مكسر التاريخ والغرض كده قال البريشر بتاعه بروتكت بريك الكلام ده انا قلته هات في السنه بس الناس يا ابني سنه ثانيه ربنا يحرقها بالنار مش كده بيذاكروش انت في سنه ثانيه ما بتذاكرش 24 ساعه في اليوم ما بتذاكرش مش كده اسمه وليد قالوا وليد ما تصحش انت ما بتذاكرش قالوا وليد يلا بعد كده خلاص لازم كان بقى اقول لكم كل اللي صفيت. انا بقول لك بس بعد كده بقول عايز اسال سؤال بقى. الكابيلا ساينس ليه؟ يبقى انت كنت عايزين نبقى انترليشن. عندنا في الكتاب الكابيلا ساينس ريليت لاتر ريليشن بتاعته يبقى ميديا سيرفس التمبر لوب وحاجه اسمها ارك. ميديا ريليشن بتاعه يبقى الاستينويد بالبادي بتاعها بالساينس اللي جواها والديتيتر اللي فوق.
مين الاولاد وراه من قدام؟ وراه ايبكس بتاع بيتر بارك بيبر بون بوستر لاتر من جنج. مين قدامه؟ قالوا ايبكس بتاع الاوربت وفيشر سميته سوبير اوربيتال فيشر. قالوا طب ايه بقى؟ ليه لور ريليشن وابر ريليشن؟ مين تحت؟ جريتر وينج وبدايه جزء من البادي. وباب ليه برينك وارت ماشي فوق اسمه انترنال كارت ارت اللي ماشي جواه بقى فوق. قالوا ليه تنزل له بقى مين امبيدد في اللاتر وول؟ اربعه نيرفز. مين الاربعه نيرفز؟ الكلين نيرف، رابع كلين نيرف، والسامبل ماجزيت خمس كلين نيرف. مين ماشي جواه؟ انترنال كارت ارتري وسادس كلين نيرف اسمه ابديوس اسمها نقله لا اقول. لو جيت بقى هي اللي مينا عملت عين اليمين. حبيت ابص كده على مينا عيني تبقى راحت بره كده عملت احمد ابدا. لو بصيت على مها تبقى عيني كده دخل من جوه عملت ادكش لان دي ماليش دعوه بتاعتي. دي عملت ايه ودي عملت ايه؟ دي رحت بره ايه ودي دخل جوه ايه؟ مالك لما تبص لبره ايه ودي تسميها ايه؟ اللي بتخلي عيني تعمل ادكش كده لبره عضله اسمها لاتر ريبس النرف بتاعها اساس كلينا نرف اللي سميناها ابديوسنت عشان هو بيصلي لها عضله بتخلي عيني تعمل. فبالتالي الابديوسنت نرف ده سادس كلينا نرف الكلام ده رد في الارض. ابديوسنت ده سادس كلينا نرف اللي بيصلي عضله في العين اللي بتخلي العين تطلع لبره تعمل حاجه اسمها ابدكشن. بصت العين لبره ديت انا لما ببص على اللي بعيني كده عامل ايه يا ولاد؟ ابدكشن. عامل ايه يا ولاد؟ ابدكشن. ابص بعيني دي على دول كده يبقى عامل ايه؟ ابدكشن. اللي بتعمل كده عضله واحده اسمها لاتا ريكتس. واللاتا ريكتس دي النيرف بيصلي بتاعها والنيرف دوت اللي اسمه ايه يا ولاد؟ ابديوسنت نيرف اللي هو سادس كلينا نيرف. اللي جايته مش هتفهموه 100%. كمان اسئله الصوره دي انت ولاد عرفت له ريليش عادل له كل نفسي. مين يفتح ايه بقى؟ انا ولاد بص على رسم الكتاب ونسمع حد من ايه؟ انا بوش فيها بوش بس فيها بوش بقى كده. قالوا الناس اللي عندها دم وضمير واغلبنا كده يا بوش. بص معايا. لو جيت قلت لكم كده يا ولاد قال لي راس الراجل اللي يعرف يقول لي ايه دول يبقى معلم قوي. ايه سامعين؟ وديت الكروسبون حلو قوي. ودي فور مريم وده دور دم. الكابيرنا السادس على الجنب دوت وعلى الجنب ده. ده كابيرنا كابيرنا. بيجي له من قدام ساينس اسمه سفينو مرايك ويجي له من الاوربت سوبيرو انفيرو سامي بين. بيجي له من الاوربت سوبيرو انفيرو سامي بين ويجي له من الاولاد سفينو مرايك. بيجي له من ورا اولاد يطلع منه سوبيرو بترودر انفيرو بترود سوبيرو بترودر انفيرو بترود. مين تاني متصل باخوه حاجه من بتاعته اسمها انتيرو انتر كافيرنا وسيرو انتر كافيرنا. بصين مع بعض. قالوا كويس من فوق انسى ما تنسى بقى ما تصدقش حق تنسى برضه من زمان ايه قالك انا مش هتقدر تنسى اخر الصفحه. اخر الصفحه دي في بين اسمه السوبرفيشال ميدل سيرفر بين. السوبرفيشال ميدل سيرفر بين مترجمته باسمه هو بين جاي من المخ يبقى سريب. عشان على السطح وفي النص يبقى اسمه سوبرفيشال ميدل. البين دوت بيجي الدم من البرين يروح يفتح في الكابيرنا السايلنس من فوق لان البرين راكب من فوق وبعته له من فوق. يبقى فروم ذا اباف يفتح في بين اسمه سوبرفيشال ميدل سيرفر بين. يجي يفتح البين ده هو سبب النص. تصيب خلاص الكابيرنا السادس لما بيحصل فيه كابيرنا السادس في البوز انفكشن بصديق هتمتد في البين ده. خدته في الابتدائيه السنه اللي فاتت ان لما بيحصل ثرومبس بيكمل مش كده؟ فالدم اللي جاي من البرين راح يطلع في السايلنس. السايلنس بقى مليون ثرومبس فالدم يتجمد ويمتد الجلد لغايه ما توصل لسطح المخ. ما هي لا صديق والانفكشن ما تنزلش على سطح المخ. مالتيبل ابسيد مالتيبل خراريج روح الراجل مش كده مش كده كملنا السنه ثرومبوز لغايه يومنا هذا ايكوال ديث. ما عندناش عيان قلنا شخصناه كملنا السنه ثرومبوز قلنا ده عاش ولا عمل حاجه ده ما قامش مش كده لا ده نهايته كانت هنا نهايته كانت هنا ليه؟ بسبب البين ده. ما ينفعش بقى اعمال سمع وسينو مرايتر وفتح فيه باب وفتح فيه كذا وفتح فيه كذا وانسى سوبر فيشر ميدل سيرفر بين. يبقى سوبر فيشر ميدل سيرفر بين هو سبب المصيبه. لما حصل انفكشن في السايلنس وصل للمخ ازاي؟ عن طريق البين ده. يبقى المخ بتاعنا هيجي له الانفكشن عن طريق هذا البين. يبقى البين بتاعي دوت بيحصل فيه ريترو جريد سبريد. ريترو جريد يعني ايه؟ انت اوريدي الدم بيجي من المخ يروح للسايلنس. لا ده انت بالعكس بقى الثرومبس بتنمو بالعكس عمال الدم كانك انت بتبعت الدم من البرين مش عارف يمشي فبيتجلط يتجلط 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 لغايه ما توصل لسطح العيان مخه وعلى سطح البين ده كتير لبرين فروع كتيره او هو بيتجمع بكذا بين يبدا ينتشر في كل دوت انفكشن وعمليه انتهت. وبالتالي بقى ما تقدرش انسى البين ده اللي اسمه البين دوت سوبرفيشال ميزل سبب بين. يبقى بين المصيبه بتاعي سبب ماساه. كمان السادس تاني استاب الدم البيتوتري ليه؟ البيتوتري جلد بقى في النص طبعا كلنا عارفين ماستر جلد شغاله ازاي بتطلع شويه هرمون بتجيب ستيرويد يبقى كان لازم البين بتاع البيتوتري راح فين؟ الكافيرنا السايلنس. يبقى بالتالي بس افتكر الكافيرنا السايلنس شفت ايه وايه وايه بقى لو جلد حصل حاجه انا الدكتور جالي من قدام مستني البين مصاب البين بتاع الفيش جاب له من القرب
قالوا طب مين جاب التفكير في كيلو مالايا تاكسايز؟ طب اديك طلع منه من ورا مين؟ سوبيرو بترودر وسوبيرو بترودر، انتوا معلمين. قالوا طب منفصل باخولا على الناحيه الثانيه، انفيرو انتر كابرنس وسوبيرو انتر كابرنس، انتوا اسدتوا. جاله دم من الكتون سجلات، مين اللي جاله من فوق بقى؟ سوبرفيشال ميدل سيربرال فين، اسمه ايه؟ سوبرفيشال ميدل سيربرال فين، اسمه ايه؟ سوبرفيشال ميدل سيربرال فين، يعني فين جاي من المخ. قالوا سطح المخ بس بالنص يبقى اسمه سوبرفيشال ميدل سيربرال فين، هيجي يفتح فيه من فوق كده، خلصنا من ده. اللي مش من الفيت اللي فتح عليه قالوا اه سمعنا، كان في فورم اسمها فورم الاوبالي وفورم اللاترال وفورم الكاليبر. الفورم الاوبالي يعدي فيها الميشال فين يوصلوا بره الجوينت يرسل. يبقى الفورم الاوبال يعدي فيها مش لفين يوصلوا بره مين؟ يوصلوا الجوينت يرسل. بعد كده ولاد الفورم اللاترال يعدي فيها مش لفين توصلوا بره الجوينت يرسل فرينج الفينس بس. اللي هقوله ده مش شطار بس اغلبنا مش كده بس بحث او اثنين يسمعوا كويس قوي. الفورم اللاترال ما بتعرفش يا ولاد مقفوله بديسك من الكارتس من بعض ومفتوحه من جوه. اللي هقوله بقى مين؟ هقوله مع بعض الجاي. اللي كمان سايلس تطلع منه الميشن بين الاثنين او ثلاثه. يخرموا يقعدوا في الفورم اللاثر ويخرموا في كارتس ويطلعوا مني. ويروحوا يا اما الفرنجال فينس بلكسس او الترجول فينس بلكسس. الفرنجال فينس بلكسس ده على جدار الكامل. ومنهم يروح الترجول فينس بلكسس. يعني السيلف فلاج الشكل. بس لما يكون بيجاوب كل حاجه. القعده ماشيه كل حاجه بتتجاوب 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 الراجل حاطط الدوري بيسرق. يجي مني كده سؤال تقول لي ايه يا محمد؟ قول لي يا ابني الفورم اللاثر مقفوله من تحت الديسك من كارتس. قول لي مين اللي بيخرم الديسك كارت؟ الديسك كارت ده مخروب بايميشن جينز. يعمل هاني ساينس من كابان بس. وراح على مين؟ مثل جوز مين الفليكس او فرينجر. ويخرمها ار 3 في حاجه اسمها سيندنج فرينجر ار. لما اخده اقوله. وبالتالي يبقى الكارت ده مخروب بحاجتين بين خارجه وار 3 جينز. البنز الخارجه هي الايميشن جينز المكتوبين دول. مكتوب 2 ل 3 بين تطلع من كابان ساينس تقعد في فورم الاسر تطلع بره تفتح فرينجر فينس بلكسس او تريجويد فينس بلكسس. صام كده وصام كده. بعد كده ولاد عندنا كنال كان جاي منها الارض اسمها كروف كنال. يبقى لما اسال سؤال تاني الفورم اللي اسمها فورم اللثرم يعني الفورم اللي اسمها فورم اللثرم. فورم اللثرم دي مقفوله من بره بديسك من الكار مفتوح من جوه. كمان السنه تطلع منه ايميشن بين تخش الفورم اللثرم من فوق وتخرج الكارت ده وتطلع بره. بعضهم يودي للترجول فينس بلكسس وبعضهم للفرنجل فينس بلكسس. الفرنجل دي على جدار الفارنكس من بره. والترجول دي كانت موجوده عند اللثرم ترجول في الفصل اسمها انفرا تمبر فصل. يبقى مره تاني كبرنا السنه طلع منه الميشن بينز عدت الفرع اسمها فرع من اولاد لسرا شرط بره برونجوم ودت لمين؟ بعدها ودت الفرنج فينس بلكسس وبعدها ودت لمين؟ تريجوي فينس كده. بس الكلام ده تمام؟ ليه؟ ساعتي منين جا البريدج مثلا الفرنج الارض بس لما يجي وقت فكرني كده انا اقول طبعا ان راحت السؤال ده طبعا الشطار يبقى عارفين بعد كده بجد في ميتشر بينز بتمشي في كاروت الكنال كانت داخل منها الثلاث كاروت ارض الميتشر بينز ديت توصل الانتنا شكل الفين او توصل برضه الفرينجال فينس بلكس. يبقى في ميشن فين تحط في كاروت الكمين توصل بره الانتنا شكل الفين او توصل لحاجه اسمها فرينجال فينس بلكس. كمان السادس ترومبوزس هو كلينيكال امبورتنس بتاعها قلنا الدنجرس اريا بتاع الكيس لو حصل فيها الفكر هينتشر جوه على طريق السلم الفينز يوصل كمان السايد. ايه الاعراض كمان السادس ترومبوزس؟ يعني يسخن يجيله هيدك ماشي طبعا خطا ويسكت وفي نفس الوقت يبدا يحصل له هيدك معايا كده انترنال سكوينت. يحصل انترنال قالوا عشان بقص النيرف اسمه ابديوس. لما بقص الابديوس انت بتخلي الهيد تطلع لبره تعمل ابدكشن اللي هي داخل جوه فتعمل ابدكشن ده بيسموه انترنال سكوينت بيسموه اللي هي الانترنال يعني اللي هي داخل جوه. طيب انا ببعت العين دم بالارض ما انا الفين يرجع بالارض انما البين راجع الرسام البين راح كابرنا سنس مندود. الرسام الكارت عمال يودي دم عادي خالص. انما الرسام البين اللي راجع راح كابرنا سنس مقفول مليان ترومبس فمفيش دم عامل فيلر. فالدم يروح والدم ما يرجعش. فلقيت تحصل لها كونديشن وتحتقن الدم. ومن كتر ما تحتقن تبقى مليانه الدم لون دارك براون دارك بلو تبان لونها سودا يسموها بلاك اي. تبقى ايديه من تسوي تتنفخ. وكمان تطلع لك من وش العين تطلع لك فرد البر حصل لها برترول تبقى ترعب تيجي تكشف على عيال تلاقي عينه بيحصل لك لبره كده برترول كمان هو بيهيس يعني بيروح يعني خلاص فعيال العين كونجستد طلعت لبره. وبالتالي كتاب الدكتور مينا عشان في الكلام ده مكتوب انا هقراه. قالوا ليه؟ يبقى هي كمان سنه ثرومبوزس للناس الصح. قالوا ايه اللي بيحصل؟
انا كمان نزلت روبوزز طبعا، ده شيء مهم جدا في الطب على فكره، يعني مش تقريبا. It's a serious condition حالة خطر كنت ما تنزلش في خارج الانفكشن فروم. ليه مش قلة الفيروس ولا كبرنا الساينس؟ كم دي جيتها سبته زمان. It's characterized by fever، عايز نسخن. وانترنال سكويت حالة داخلية. ليه حصل حالة داخلية؟ حصل بلاس النرف اللي اسمه ابيوس اللي بيشغل عضلة اسمها لاتراليكس التمانين. How does the eye become congested مستقل؟ بلاك اي، ايه بلاك اي؟ انا مش سود قوي، هي دارك بلو. فما كتر ما هي دارك بلو بتدينا اللون انها سودا بس مش توصل للسماء.